يلا نقلبوا على الموضوع. في رياض تجويد هناك ايضا تخصصية الحين توفيق ان مكة اريبيا قصة يا اخي كريم انا لك هذا الانسان سوف نلتقي هنا اذاعة اسلام سلام سلامي والكلام كلامي واللي مجبول حالي دير محامي كنت هجف لوحة الخوف وكنقرا في الصحراء نهاري ميل على ريوس صباعي اسمها مشرارة كنت هجت فضو وكنشعل العافية في وجهك كنغوت على الحروف القرزازة شبان لي كنعنق الفهد والغراب ما كنحس بوالو بحال معنق الميتين نملا ولا كتاب ما في جيبو حتى ميتين كنقبل نغسل الميتين باليوم ولا البارح طولت مشيت لمعاني هاد النهار فوق الورقة خاصني نستارح دفاتر الحسابات وكلاب الشرطة والبورصة خنزي شواري وطلعت نشمة في الكباري ببوسة بنادمين اللي عنده قبر ياكلوا الدود إلا ما عنده جفت ربيه النمل بلاد الحم والشمس خاصة خير واحد ورجال الهواء كيرضع مني الأصوات حنك بخبزة الفضة وسنان كحليل موجودين عندنا باللي تقدر تموت بعضة طاجين اللي قدامنا نسانا بكوشي غير بالفن كيدخلنا جهنم وحنا ضاحكين داك موشي إلا مشيتي البوسطة غتلقى في أرشي في العار كترو الشونط في هاد الحي كتر علينا الصيف وكترو المشروبات كلشي عيابة غير ركب الكار إلا كنتي في مسار الليل خاصك تركب الطوموبيل شفتي بحالنا في قواز الطريق خرج البيب عمك تشوف بحالي بسبب المعزة كترو في المغرب اللي موتشو أنا غير الفكر اللي خلاني نكون موتشو خطات الكومة مبرومة فرحو داشي إلا خرجتي بيناتهم رابح الموت حل يدي اللي تزدا معاك يشد لي في يدي وكيدي سراح طلعت الشمس وطلعي انفاس وما كيفهم والو في الكلام وخا تنبح غيضرب وغتقول أح وغيعاود يضرب حيت ما فهم عاوتاني والو في كلمة أح حسبوني الصومالي لقطع وسط المحيط حرام الميريكاني حاني الراس كاعي بلا جبهة مكمشة استفد واخا شي بما مسنين معقول ما عندوش الحر راس واخا تعطيني لا فيني موديلات الضحكة ما غنضحكش إلا فوق موديلات ولا مع الشمعة وسط براكة كاع ما دخلتونا وسط القانون باش نخرجوا منه جرينا ولقينا اللي قبل من الناس بقونا وفينا كيساينو الصواريخ الفاتكة ولسان مقيحة فوقهم جمجمة مخبية مصارن كيماوية تكطفى غير بستيلو خارج منه ملوثات سامة شكون فيكم اللي حسب لي شحال مغاب في المغرب باش نسهل عليكم شحال من دار في المغرب قريبة تريد شتيت على ناس كل كبدة بحال الزريعة قطع السوف وقرط البوت والكلوابيعة ونت نشوى وسط جنة أح قرصتني وسط الرئة براغية بشرية الكوير والقرعة تنمى من الكاس لمداد حسن المعسل الفرية عندي في المانع بوم جا الكلمات كنجيبهم من الصبغيات سولوني فين غادي بهاد الشي كامل وعلاش قطعتي اليوتيوبيات تفكيري كيخرج الصواريخ يا اللي كيعوم في المريخ سولوني علاش تعديتهم حيت الحشرات وجمعتهم في اخ حيت تبيشبرو فينا كيما كيشبرو الرخويات في الصخور تبعتني جائزة السلام ومعاسرة ولأي عالم مشهور حيت عشقو السخانة اللي في كلامي هربت حيت إلا شديت الجائزة غنموت ماني الطاكسيات أفاعي جواسيس كيكتبو علينا بالدور شيهم بالحوت وسائل إعلام طيارة بلا جناح سلاسل فرص الشوفلة شعلت النار في الباخرة الفخاد ورمات غطيها بتوب الواقع داويها بقاع قلة غير بالقليل غنديرو ستيل من الهضورة غنديرو الجين كنحس بحال فمي مؤسس ايران فيروسات مكتبسة وسط فمي ليسونس والعضلات تحت دم تفعلني غير امي النجوم والغاز والعسكر احلام كمشتها وسط الراس حيت في المحكمة قالوا عليها هبيلة ومولا عسكر لقحوني في الخوية داكشي علاش مشدش فيها سمهم ريحت بكري في الدرب كنتسنمهم عاودوا الحدود كثروا الاحمال الحاكم الاحماد غيوقع انفجار في راسي قبل ما نوصل النهائي الريشة والمخ صد غايبين ريحة العفن انقلاب مرئي الحمار غيغلف الصفيحة حيت 2013 وحنا باقي ساكنين الأضرحة ماتوا أسبوع في الأطلس وخرشة مهروش وحط الكرسي في الباحة لقى ما ضربتو بالراس بحال الكورة الكور لودن لودن مبقاش كتسمعك إلا كتأذن قلب على السر اش عند بوك باش تورد من هاد اللحظة بدات حرت تفاح والورد والعود قلبت عليهم حتى حرت أما التيرياق كاع ليه كاع ما سويه طلامة وسوارت وحل باب الخير زديد معيد وشرب من البير نار غير دائرة وسط 24 نقطة وثلاثة الزرواطات كنحكي في كل نقطة حكايات وغنهرس كاع القنات ما غنحبسش نشوفه إلا عييت يدير بوز راه باقي جار الكلام كنتي صبار كمل الكلام كمل الإنصات وطفي الضو إلا اللي باقي جاي يحلو من السم ما تسدش ودنيك إلا سمعتي البنيات سمع مزيان وعاني كنعاني السيطرة والخطر أنا كنسمعك رسالة مهرسة وأنت بني غنزيد 12 ساعة وغنلغي الليل عافت نفسي بدقان والخبار اللي جايك كتميل غنجبد صباعي وغنسد المسام بالماستيك باش نخرج هاد الكلام كنخرج قلبي برافو قلب ديناميك اجلي في الظلام وراسي اسير النور غنبقى نهضر حتى يرحمني الخطر ولا يعيشني في المر الا مليت يقول امر بست الورقه راسها حيت كتسمع غواتي انا الليل والنهار كرة بقلة كورنين خليني نطلع يدي على سيادة الخطر المولود جاهل والبالغ باسل كليت التلاوي شربت عليهم النيشان
كانت تمشي ويدمان وكان خلق في ودنيكم الإدمان قدامي الشيوخ وراقي ورايا كتصلي قريت مادة الموت الأنشطين وخدمت لي على بالي طلعتني فوق الألب ورميت على لزيمسي التراب سخنت الحمام وهربت ب 240 ألف سنة على الكلاب ما قديتش نسالي عقلي كاع الصور والحروف والكلمات خدموا معايا وليت كنشوف غير مصانع ساكتة حيت خدمت بكاع الآلات الحربية أي رسالة جاتك على الضمة حيت غيستحل عليك تحطمها بروك ثلاثة من الزيروسات هذا السلاح المروع كيف العادة ما غتنساها غنكتب لك بنيفو القنابل الدرية حتى يتسالى ستيلو راكم عارفين قد عليا حيت كانت تسالى كاع القناة السرية بمخي وكنخاطب الغبرة اللي فيها عرفتي ما ديس علينا شفتها جيبوا لي غير شي ميه